طب انا حر؟ لا انت مش حر. بلا انا حر. هيدا انت مش هيدا حر. هيدا برنامجي وهيدي قواعد البرنامج ومضطره تفتحي. ابدا انت منك حر. طيب تفضلي. انا حره بتليفوني بس انت منك حر بتليفوني. انت حر بتليفونك. فيني سمعك شيء؟ سمعني شيء؟ ايه هيدا بعد ناقص نغني للبسينات يعني. هيدا بعد ناقص. احنا ما غنينا لشيء للبسينات. ليه زعجتك هالغنية؟ والله مش زعجتني بس انه كتير يعني كتير عن جد يعني كتير عم يعني المستوى صار هلا يعني هيدا الغنية مستوى واطي بتعتبريها؟ مش مستوى هلا الايقاع والموسيقى حلوين يعني برقصوا بس ما انا هالغنية يعني. شو بتقولي لها؟ بس بوسوا دبدوبوا خلص بقى ما عجبتك ابدا. لا طيب رح اروح معك للفضيحة السوداء. يا رب دخلك يا رب. هاي فضيحتك السوداء. فضيحتك؟ اكيد ايوه. ما اطلب منك تفتحيها والكاميرا ما حتشوفك. مش لاني خيفاني اني افتحها ولا اني خيفاني لانه عندي فضايح. انا ما عندي شيء ابدا. انا تابيولا رازا صفحه بيضاء. هيدي ما تشبهني ابدا 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 ابدا. اوكي افتحيها طيب شوفيها. نو بدي اياكي تشوفيها. ما في داعي اعذب حالي. بدي اياكي تشوفيها. ما بدي اشوف. انت الك معي لشوف ولا ما اشوف؟ أنا إلي معك تشوفي وما إلي معك إنك تعرضي. ما بدي أشوف ولا بدي أفتح. أنا اليوم كنت كتاب مفتوح. طب افتحي هيدي. ما في داعي. خليك تكون كتاب مفتوح باللي بقلبها. آخر همي شو فيها. ما بقى يعني لي أصلاً. أنا ما عندي شيء لخبيه. أوكي طيب أنا كنت عارف إنك ما رح تفتحي السندلز. هيدا أول شيء رسالة مني. مش قصة كنت عارف. هلا مش عم بتنبأ أنت. بلا عم بتنبأ. لا أبداً. أنا رح فرجيك إنك ندمتي تحت الشنطة لأنه الشنطة فيها هيدا. دخل قلبك أنا. شكرا. ما بدي إياكي تحكي ولا كلمة. ندمتي ولا لا؟ ندمت عن جد. معي هاي الرسالة بدي فرجيك إياها. يا رب شو هاي؟ قولي لي إذا أنا غلطان أو لا. بس هيدي إنه في شيء يشبهني فيها. أوه ماي جاد. بس هي كيف وصلت لعندك؟ افتح اقريها. بس انا هيدا الشيء لإلي خاص فيني يعني. هيدي يعني هيدي قضيت عليكي يعني. هيدي مثلا اخر جمله بتكتبيها بمسيره حياتك كنت. الله اكبر. صح انا ولا ما بدي لا. اتذكر هيدا الشيء عن جد. صح اذا بتذكر. صح او لا. اذا بتذكر هيدا الشيء المكتوب هون عن جد بتضايق لانه يعني كانت عن جد. شو قصتها؟ هيدي كتبتها من بعد ما رجعت من مستشفى من إحدى المستشفيات الموجودة بلبنان بعد عن جد ما تعرضت لوقف قلبي للحظات. وهيدي الذكرى يعني ضايقني كتير بس أتذكرها عن جد. كرمال هيك كتبتها ورقة وخبيتها عندي. بس بدي أقول مرسي لسارة. أنا سارة. سارة اللي عن جد هي قدرت أمنت لي إياها. وقف قلبك متي عشتي. قلت إن الله حق. صح. وأخيراً ما زالت تلك اللحظة داخل خبايا الذاكرة. لم تكن حلماً أو كابوساً إنما موتاً داهم قلبي لثوان وفارقت الحياة بتاريخ 17/5/2017 الساعة 2:30 فجراً. شو كنت عم تعملي؟ شو صار معك؟ عملية شو كنت عم تعملي؟ ما في داعي اقول لك. ليه؟ لانه كنت عن جد عمليه يعني عمليه عن جد هيك. كنت اتضايق وقتها اطلع على مسرح وكعب عالي. كانت عمليه مزق افتاء هي. حكيتها بالعربي الفصيح. كان الممرض هنيك حط لي ابره بالغلط وكانت لحدا تاني وفقدت السيطره على كل شيء بجسمي. متي؟ حسيتي حالك متي؟ وقف قلبي. وصار ضغطي يطلع وينزل وهيدي عن جد هاللحظة. بدك الخزقة؟ لا خليها. فضل اني خليها تأتذكر شو صار. ليلى عبود اهلا وسهلا فيكي. ثانك يو. لا شكرا كثير لحلقة مع تمام الليلة. بتعرفي محبتك انت عندي قد ايه؟ وانت بتعرفي معزتك. انا على الصعيد الشخصي بحترمك. انت اب وصاحب عائلة وعندك مبادئ. على الصعيد العملي انت انسان ناجح. شكرا. وعن جد كايد كثير من المنافسين. الله
حبيبتي كلك ذوق. ان شاء الله جود لك بحياتك ومسيرتك، وان شاء الله بتقشع الخير كيف ما برمت. ميرسي كثير. ثانك يو لنيو تي في.